هذا الحدث في إطار اتفاقية المبرمة بين مجمع اتصالات الجزائر والمحافظة للطاقة المتجددة والفعالية الطاقوية التي أبرمت في العام الماضي، وهنا نقوم بتطبيق هذه الاتفاقية. قمنا بتوعية مختلف المؤسسات التابعة لمجمع اتصالات الجزائر حول كيفية استهلاك رشيد للطاقة. في هذا الإطار قمنا بتدخلات في المجال التقني لتحسيس الموظفين لمجمع اتصال الجزائر لاستهلاك العقلاني للطاقة، وخاصة بأشياء بسيطة نستطيع تقليص هذه الطاقة. ونعرف بأن الجزائر من 2011 ل 2021 في استهلاك مستمر للطاقة ومتزايد حوالي 5% في كل عام.